الله وبركاته. كما قلنا لكم هذه أقدم جريدة في البرازيل، بدأت عام 1933 ميلادي، وكانت تتحدث عن الجالية الإسلامية والعربية في البرازيل، اسمها الذكرى. طيب الذكرى، طيب وتوقفت عن الصدور عام 1941، وسبب توقفها يعني شفنا هون الأسماء هون كلهم ما عاش في منهم حدا، أغلبيتهم غير دينه أو اندثر، ما عدنا سمعنا عنه شيء. هون نتكلم معكم من البرازيل. في آخر صفحة لها تقول لماذا توقفت هذه الجريدة. كلمة شكر إلى الصحافة الحرة. تتقدم الجمعية الخيرية الإسلامية على صفحات جريدتها الذكرى بخلص شكرها وامتنانها إلى شيخ الصحافة الحر الأستاذ رشيد عطية صاحب جريدة فتاة لبنان. لا هم تحت يا جميع. أما وقد تقرر أن تقف الجرائد العربية عن الصدور في آخر هذا الشهر بموجب القرار الصادر بإقفال الجرائد الأجنبية، فإن جريدة الذكرى لم تشأ أن تقف هي أيضا قبل أن ترسل كلمة وداع إلى زميلاتها بالجهاد وإلى مشتركيها تدرف إخوانا دمع على لغة الضاد وأدابه في هذه البلاد، فأصدرت هذا العدد الذي ربما كان الأخير إذا قضى ولم تتجدد المدة ولم يتغير القرار القائل بإيقاف الجرائد الأجنبية. وجميع الخبرية الإسلامية القائمة على إدارة وإصدار الذكرى تعد المسلمين خاصة والعرب عامة في هذه الجمهورية بأنها تتابع أعمالها في سبيل المسلمين وفي سبيل القومية العربية كما كلما سمحت لها الفرصة. صرت أن ذلك هو مشروع مسجد المسلمين في سان باولو الذي ستضع الجمعية وسطها لجنتها بواسطة لجنتها حجره الأساسي في الشهر القادم، هو دليل ناطق على الجهود التي لا نعم. هذا يدل أنه أول مسجد في أمريكا اللاتينية وضع حجره سنة 1941، أول مسجد في أمريكا اللاتينية.